رحمة رحمة امتلكت محمد شخصيا. كيف تتبنى شخص رحمة؟ تبنتني أنا شخصيا، كان دورها فعال جدا. رحمة ساعدتني في العلاج، فأنا التقيت اتصال من الأستاذة نورة جماعة سند السويدي، وكانت دعمتني في الاتصال، وكنت مستغرب يعني المجتمع، كان في دعم من أهلي صراحة، بس ما كان المجتمع ما كان له دور يعني معي. فحاولت تواصل مع أستاذ نورة، دعمتني بكل شيء، عن طريق العلاج أو عن طريق الوظيفة أو عن طريق أمنت لي أستاذ نورة جماعة سند السويدي. أنا فقدت وظيفتي خلال المرض، فقدت وظيفتي وفقدت دراستي الجامعية بعد، فأمنت لي وظيفة الحمد لله على طول بعمره إن شاء الله وحفظه، وأمنت لي الدعم على الدراسة الجامعية، أعطتني كثير عروض صراحة.